بورشا أمسيل هي مجموعة من السيارات الاختبارية الفريدة اللي بورشا طورتها خلال أكثر من 10 سنوات، لكن لسبب أو لآخر هاي السيارات ما تم عرضها إطلاقاً للجمهور وظلت مخفية في مستودعات بورشا. بورشا اليوم قررت أنها تعرض لنا هاي السيارات وتعطينا فكرة عن السيارات اللي كانت تفكر فيها وشو راح نشوف من بورشا في المستقبل. السيارات تم وضعها في 4 مجموعات مختلفة. المجموعة الأولى اللي هي بتسميها بورشا ليتل ريبلز أو السيارات الفائرة، ممكن نحكي الصغيرة، الهايبر كارز، السيارات الرياضية الخارقة، السبينوفز اللي هي مجموعة السيارات اللي موجودة أصلاً في الإنتاج التجاري لكن هي فئات منها مختلفة، وأخيراً واتس نيكست، ما هو القادم من شركة بورشا. راح نستعرض هلأ مجموعة السيارات الاختبارية من بورشا أمسين ويحكوا لنا أي واحدة هي المفضلة عندكم. بورشا 906 ليفينج ليجند سيارة اختبارية تم تصميمها بشكل مستوحى من طراز بورشا 904، وال 904 كانت واحدة من سيارات بورشا المخصصة للسباقات والناجحة جدا. السيارة تميزت بتصميمها الانسيابي ووزنها الخفيف ومحركها الصغير لأنه كانت مزودة بمحرك 2.0 لتر حتى تشارك بهاي الفئة من السباقات. ال 906 تستوحي تصميمها بشكل واضح من ال 904 ولكن بشكل مختلف ايضا. لو بنطلع على السياره بنلاحظ وكانها سيارتين مختلفتين، المقدمه من سياره ومؤخره السياره من سياره ثانيه، لكن تم دمجهم ببعض والخط الفاصل بينهم هو هذا الخط الفريد اللي بيمثل فتحه الهواء اللي راح تدخل الهواء على محرك السياره اللي طبعا كان راح يكون محرك وسطي. والسياره كان هدف منها دراسه هل ممكن بورشا مره ثانيه تصنع سياره رياضيه مخصصه للسباقات بهاي الفئه الصغيره من السيارات. بورشا 918 RS كانت احدى السيارات اللي بتفكر بورشا تطلقها كنسخه باداء اعلى من طراز 918 سبايدر الهايبر كار الشهير اللي كان واحد من هولي ترينيتي السيارات اللي ظهرت مع بعض مع المكلارن بي 1 واللافيراري. المكلارن بي 1 ظهرت منها نسخه الجي تي ار، اللافيراري ظهرت منها نسخه الاف اكس اكس كي، وبورشا فكرت انها فعلا تطلق طراز ار اس من ال 918 سبايدر بوزن اخف، تصميم ايروديناميكي مختلف تماما واداء اعلى. بنلاحظ تصميم السياره مختلف تماما عن ال 918، تصميم اقوى بشكل كثير، واضح فيه التركيز على الناحيه الانسيابيه والاداء الرياضي. لسبب ما قررت بورشا انها ما تطلق هذا الطراز مع انه كان معتمد على نفس التجهيزات الميكانيكيه لل 918 سبايدر، للاسف بورشا ما اطلقته وظل مجرد نسخه اختباريه. كنا فعلا بنحب نشوف كيف بتقارن ال 918 سبايدر مع سيارات مثل المكلارن البي 1 جي تي ار واللافيراري اف اكس اكس كي. كيف ممكن ندمج سيارات السباقات مع لغه تصميميه عند بورشا؟ الجواب هو البورشا فيجن 920، سيارة سباقات بتصميم وتقنية سيارات السباقات ولكن مخصصة للشوارع العامة مع مقصورة في الوسط، وضعية أحادية للسائق، وزي ما احنا ملاحظين في التصميم تصميم رياضي واضح انه مستوحى من سيارات السباقات. في المقدمة بنشوف نظام التعليق الأمامي مع الشوك أبزوربرز الموجودة بالوضعية البنية. لو بنطلع على مؤخرة السيارة، مؤخرة السيارة تصميمها فريد جدا ولكن فيها تفصيل مهم في الأسفل هنا، بنلاحظ انه المكابح موجودة انبورد مش على العجلات، موجودة في وسط السيارة في وضعية فريدة جدا ما شفناها من أول لأي سيارة للشوارع العامة. بورشا أطلقت سابقا طرازات شارع من سياراتها المخصصة للسباقات، وكنا بنتذكر طراز 911 جي تي 1 الرائع. بورشا فكرت أيضا أن تطلق سيارة شارع من سيارتها الأخيرة اللي شاركت فيها في بطولة العالم للتحمل واللي فازت معها بسباق 24 ساعة في لمان، طراز 919 هايبرد. السيارة كان مفترض انها تتزود بنفس التجهيزات الميكانيكية للسيارة، عم نحكي على محرك 4 سلندر ولكن بشكل V4 بشكل فريد جدا مع تربو بقوة 750 حصان مع نظام هايبرد بيرفع قوتها لأكثر من 900 حصان مع وزن خفيف جدا وهذا الشكل الانسيابي الرائع. عم نحكي على الـ 919 هايبرد، هي للعلم أسرع سيارة في التاريخ على حلبة النوربرغرينج النوردشلايفة. تخيلوا نسخة شارع منها، هاي ما راح تنافس الاف 1 جي تي ار وغيرها من هاي السيارات، لا عم نحكي على سياره تنافس الفيراري الاف اكس اكس والاستون مارتن فالكيري والاي ام جي بروجكت 1 وغيرها. تخيلوا هاي السياره من بورشا لو فعلا انتجت للشوارع العامه. بورشا 911
بورشا 917 واحدة من أشهر سيارات السباقات في تاريخ بورشا، هي أول سيارة فازت بسباق 24 ساعة في لومان، وبورشا قررت تطلق غاز 917 Living Legend احتفاءً بهاي السيارة الأسطورية. بنلاحظ التصميم مشابه جدا لطراز ال 917، خطوطه واضحه مستوحاه منه، لكن الاختلاف هو في تجهيزات السياره الميكانيكيه. ال 917 الاصليه كانت مزوده بمحرك فلات 12، لكن ال 917 ليفنج ليجند الاختباريه كان مفروض انها تزود بنفس التجهيزات الميكانيكيه لطراز 918 سبايدر مع محرك ال V8 ونظام الدفع الكهربائي. سياره واضحه انها تحتفل بتاريخ بورشا العريق وطرازها الرائع ال 917. السبين اوفز هي السيارات الاختباريه المصنوعه على قاعده سيارات بورشا المنتجه تجاريا، وبورشا قدمت مجموعه من السيارات الاختباريه المصنوعه على قاعده سيارات فعلا، واولها البورشا البرغ سبايدر. بورشا برغ سبايدر هي سياره رياضيه مشهوره عند بورشا، سياره خفيفه جدا، تخيلوا كان وزنها 384 كيلو جرام فقط، مع انها مزوده بمحرك V8 ولو كان ب 2000 سي سي فقط. البرغ سبايدر الجديدة مبنية على قاعدة البورشا بوكسر، واضح انها بتستوحي تصميمها العام وفكرتها العامة من طراز برغ سبايدر القديم. السيارة مخصصة فعلا للقيادة على الطرق وعلى الحلبات، واذا كان عندكم اي شك بالموضوع ممكن تشوفوا غطاء المحرك اللي عليه رسم حلبة النورتش لايفة حتى تعرفوا انه فعلا سيارة مخصصة للحلبات. السيارة طبعا تفاصيلها التصميمية واضح انها مستوحاة من طراز برغ سبايدر السابق. بورشا 911 يمكن لها تاريخ عريق في عالم رياضة السيارات، لكن كثير من الناس ما بيعرفوا انه تاريخها مش مرتبط بس بالحلبات، لا له ايضا انجازات كبيره 911 في عالم الراليات. عندنا في منطقتنا البطل سعيد الهادي طبعا مع البورشا 911 في بطوله الشرق الاوسط، وعلى ساحه الراليات العالميه بورشا كان لها تواجد في اصعب الراليات، رالي سفاري في افريقيا. بورشا قررت انها تستوحي من نجاحاتها في رالي سفاري في افريقيا وتطلق طراز 911 سفاري. السيارة زي ما اسمها بحكي هي عبارة عن سيارة بورشا 911 ولكن مجهزة انها تخوض غمار اصعب الراليات. السيارة طبعا ارتفاعها اعلى، تركيز اكبر على ناحية الدفع الرباعي فيها، تغيير في تصميم السيارة، مقصورة السيارة مشابهة لسيارات الراليات. سيارة مثل هاي يعني انا شخصيا بتوقع كان ممكن تكون نجاح كثير كبير لبورشا في منطقتنا العربية. تخيلوا بورشا 911 بقدراتها مع قدرات سيارة دفع رباعي. بورشا أرادت أنها تستعيد ذكرى طراز بورشا 550 الشهير عندها، والنتيجة كانت طراز لمان ليفينج ليجند. طراز لمان ليفينج ليجند بيستوحي تصميمه العام من طراز بورشا 550 الشهير بخطوط مختلفة جدا عن طراز البورشا بوكستر اللي صنع على أساسه. بنلاحظ تصميم مختلف في المقدمة، تصميم مختلف تحديدا في مؤخرة السيارة، لاحظ فتحة البنزين في وسط الغطاء الأمامي، الغطاء الخلفي مختلف تماما لأن السيارة تم تزويدها بمحرك V8 في وسط السيارة، ويمكن هذا السبب اللي دفع بورشا انها ما تنتج السيارة ولا تعرضها. تخيلوا بوكستر بمحرك V8 بقوة خارقة، اكيد يمكن كان راح يتفوق حتى على 911 من ناحية الاداء والتماسك، فبالتالي بورشا فكرت انه ما في داعي تنافس 911، وهي السيارة ظلت بس مجرد نموذج اختباري ما شفناه حتى اليوم. بورشا مكان سفاري، زي ما الاسم بحكي هي عبارة عن بورشا مكان ولكن بتجهيزات السفاري، بتجهيزات بتركز على الأداء على الأفرود. بنلاحظ المكان سفاري بتاخذ تصميم مختلف نوعا ما عن المكان اللي بنعرفها، مصب مختلف في المقدمة، مصب مختلف في الخلف، هاي الانتفاخات الرائعة فوق العجلات الأربعة المثبتة بهاي البراغي بتعطيها شكل رائع، لكن الأهم السيارة بثلاث أبواب فقط. تخيلوا سيارة بهذا التصميم الرائع بهذه الشخصية الرياضية مع قدرات الأفرود، أنا متأكد هاي فعلا كانت راح تكون نجاح تجاري رهيب لبورشا في منطقة الشرق الأوسط. الليتل ريبلز أو السيارات الثائرة الصغيرة، السيارات الرياضية الصغيرة كانت دائما جزء من بورشا، ولهذا السبب كان في مجموعة من هاي السيارات ضمن مجموعة بورشا أنسيل. بورشا 904 ليفينج ليجند هي استمراريه لطراز بورشا 904 الرياضي، السياره كانت معروفه بحجمها الصغير، وزنها الخفيف جدا، وزنها حوالي 655 كيلوغرام، فبورشا ارادت انها تنقل هاي السياره للقرن ال 21، فاعتمدت على قاعده او شاصي او مونوكوك مصنوع بالكامل من الياف الكربون، مع تزويد السياره بمحرك
من دراجة نارية، على الأغلب يمكن كان يكون محرك من دوكاتي العضو في مجموعة فولكس واجن. الشاصي هذا لاحقا يمكن إذا المعلومات مبينة مألوفة شفناه بسيارة الفولكس واجن XL1، لكن بورشا كانت تفكر مع الـ 904 Living Legend أنها تطلق منها نسخة كسيارة رياضية صغيرة ذات أداء عالي بتصميم فعلا مميز جدا. بورشا فيجن 916، وال 916 اسم كان مطروح سابقا عند بورشا كتطوير لطراز بورشا 914 الكلاسيكي الصغير المعروف. ال 916 هون بتاخذ نفس الفكره، هي تطوير طراز صغير خفيف الوزن ولكن بتقنيات القرن ال 21. الفكره هون التصميم مختلف تماما عن اللي بنعرفه بسيارات بورشا، تصميم مستقبلي جدا، السياره المفروض تندفع بالطاقه الكهربائيه مع اربع محركات كل واحد على واحد من العجلات الاربعه بالسياره، والتصميم يمكن كثير بعيد عن الواقعيه ولكن تصميم رائع جدا. بورشا فيجن سبايدر هي إعادة إحياء لطراز البورشا 550 سبايدر المعروف، نفس الطراز المعروف مع جيمس دين اللي بنشوفه بالبوسترات القديمة. أرادت بورشا إنها تطلق مثل هاي السيارة للعصر اللي إحنا فيه اليوم، فاعتمدت على قاعدة طراز البورشا بوكستر لتقديم طراز الفيجن سبايدر، ولكن بتصميم مختلف. بنلاحظ لمسات تصميمية مختلفة عن اللي بنعرفه عن بورشا، الأضواء الأمامية الطولية المؤخرة نوعا ما مختلفة عن سيارات بورشا، لكن غريب إنه بورشا بتحكي لنا إنه بعض هاي اللمسات ممكن نشوفها فعلا في سيارات بورشا القادمة، وتحديدا الرول بار هذا السكشن الموجود فوق المقاعد لحماية رؤوس الركاب بهذا التصميم الفريد ممكن نشوفه لاحقا في طرازات بوكستر أو حتى في طرازات مثل 911 سبيدستر. What's next؟ ما هو القادم من بورشا؟ بورشا أيضاً عرضت سيارتين اختباريتين تفرجينا كيف بورشا بتطور سياراتها المستقبلية وكيف بتفكر في سياراتها اللي ممكن تقدمها لاحقاً. واحدة من هاي السيارات اللي هي الفيجن توريزمو. السيارة عبارة عن فكرة كيف ممكن نقدم سيارة سوبر كار بأربع أبواب من بورشا. إذا بنطلع على خطوط السيارة بنلاحظ أن خطوطها بشكل عام منطقية جدا للسيارة، يمكن باستثناء الأبواب الخلفية مع فتحات الهواء اللي فيها اللي المفروض أنها تدخل الهواء لمحرك السيارة اللي كانت بدها تحطه بورشا في الخلف. ولكن لما شافوا بورشا أنه خطوط السيارة بشكل عام منطقية أخذوا الفكرة نفسها، قرروا تحويلها لسيارة كهربائية، وبناء على الفيجن توريزمو هاي تم تطوير سيارة بورشا اللي بنشوفها اليوم البورشا تايكان. كيف بيكون شكل سيارة بورشا لست ركاب؟ هذا التساؤل قررت بورشا انها تجاوب عليه باطلاق الفيجن ريسينج سيرفيس، لانها استوحت تصميم هذا الفان العائلي من سيارات الخدمة اللي كانت موجودة لسيارات السباق عندها، وبالتالي اطلقت الشركة او عرضت هذا النموذج الاختباري. هو عبارة عن سيارة فان كهربائي مع محركات مثبتة على العجلات وبطاريات في ارضية السيارة حتى تعطي اكبر مساحه ممكنه، ولكن طبعا هاي سياره بورشا لازم تكون رياضيه، فالسائق بيجلس في الوسط في مقدمه السياره في منطقه خاصه فيه، بينما المساحه الخلفيه المسطحه ممكن استخدامها للركاب او حتى لنقل البضائع. اكيد سياره مثل هاي كانت بتكون سياره عائليه ممتازه لاي شخص بده ينتقل مع عائلته مع عدد كبير من الناس ولكن بده سياره بورشا. هاي اذا كانت نظرتنا لسيارات بورشا 50، مجموعه السيارات الاختباريه اللي ظلت لفتره طويله مخبأة عند بورشا، لكن اليوم عم ناخذ اول نظره عليها حتى نعرف بورشا كيف بتفكر في تطوير سياراتها المستقبليه وشو التصاميم اللي ممكن نتوقعها من بورشا في المستقبل. اي وحده من هدول السيارات انتم بتفضلوا؟ ايش سيارتكم المفضله؟ التصميم المفضل فيها؟ اتركوا لنا رايكم في خانه التعليقات، واذا عجبكم الفيديو طبعا لايك وسبسكرايب وشير، وتابعونا دائما على موقعنا عالمالسيارات.com، على قناة اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى تضلوا على تواصل مع آخر أخبار السيارات من حول العالم. السلام عليكم.